احياء درعا البلد قصف بالطيران الحربي والبراميل المتفجره، اكثر من 25 غاره من الطيران الحربي على احياء المدينه. ادى هذا القصف الى دمار هائل في ممتلكات المدنيين وسقوط عدد كبير من المنازل. قوات النظام منذ ساعات الصباح اليوم تحاول اقتحام اجزاء من حي المنشيه كانت سيطرت عليها غرفه عمليات البنيان المرصوص ضمن معركه الموت والمذله. غرفه البنيان قالت انها صدت هجمه شرسه لقوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني على المناطق التي كانت سيطرت عليها مؤخرا داخل الحي، ولا تزال الاشتباكات مستمره حتى هذه اللحظه داخل حي المنشيه وعلى محور الارشاديه خصوصا. فاروق هلال، قناه دار الايمان، مدينه درعا.